ينضم إلينا هنا في الاستوديو المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة. أهلا ومرحبا أهلاً بك معنا دكتور إبراهيم. دعني أبدأ معك بأهمية هذه الجائزة فيما يتعلق بإنعكاسها على أداء العمل الحكومي بشكل عام، ونتحدث عن الآلية التي تعملون بها فيما يتعلق بالوصول إلى مرحلة منح الجوائز. تسلم. بداية كل الشكر والتقدير على تحت هذه الفرصة للحديث عن الاحتفالية التي تمت اليوم برعاية الملكية السامية وحضور سمو ولي العهد. الاحتفالية اليوم يعني جسرت أو وضحت إنجاز مؤسساتنا الحكومية على مدار سنوات خلت أو عدة أنجزت فيها ما أنجزت للوصول إلى سدة التكريم من لدن صاحب الجلال. آلية العمل لدينا في الجائزة تتركز بشكل أو بآخر على اعتماد نموذج للتميز، وهذا النموذج للتميز مرجعيته هي قدرة المؤسسة على التخطيط من جهة، قدرتها على التنفيذ من جهة أخرى، والقدرة الأخرى أو البعد الآخر اللي هي عملية قراءة النتائج وتحقيق النتائج على واقع الحال. لسان حالنا بنزور المؤسسات لتأكد مما هو موجود على واقع الحال ضمن مفاهيم زي ما حكيت التخطيط والتنفيذ وقراءة النتائج، وإلى أي مدى تم عمليا رصد هذا التطور والتحديث على مستويات الأداء في مؤسساتنا سواء القطاع العام والقطاع الخاص. طبعا هل تقوم الوزارات بالتقديم ملفاتها أم هو عمل تقومون به بشكل مباشر؟ لا، هي على جميع هي في البداية طبعا تقدم طلب، هو الأول شيء المشاركة إلزامية للقطاع العام ككل، ثم تقدم طلب للاشتراك للإجابة على مجموعة من المعايير ذات العلاقة بنموذج التميز، ثم يتم بعدها إرسال فريق من المتخصصين المقيمين للبحث عن مستويات زي ما حكيت التخطيط والتنفيذ وتحقيق المستويات الأداء في تلك المؤسسة، ثم يتم عملية تحكيم لهذه النتائج بما بينها، لأنه احنا طبعا الجائزة مقسمة إلى قطاعات، فكل قطاع حسب المجموعة والمؤسسات التي تنتمي له يتم تحكيمها لبيان من هو الأول والثاني والثالث. ما هي القطاعات المدرجة فيه؟ هلا عندنا في القطاع الحكومي عندنا 8 قطاعات. القطاع الأول بسموه قطاع المؤسسات الفائزة، جمعنا المؤسسات الفائزة في الدورات السابقة حطيناهم ليتنافسوا فيما بينهم، ثم قطاع الوزارات الكبرى، قطاعات الوزارات الصغرى والمتوسطة، البنية التحتية، التنمية الاجتماعية، عندنا التدريب والمشاركة، والقطاع الصحي. طيب بناء على ماذا يتم تصنيف مثل هذه القطاعات في ضمن هذه الوزارات؟ يعني لماذا يتم اعتماد مثلا وزارة الصحة كوزارة كبيرة ووزارة الصحة هو عدد الموظفين، يعني بناء على عدد الكلاسيفيكيشن تبعها عدد الموظفين، 1000 موظف فما فوق تعتبر وزارة كبرى، و1000 موظف فما دون وزارة صغرى متوسطة. نعم. طيب الآن كيف على الرغم من هذا العمل بشكل عام، كيف تقرؤون مسألة عملية تطور هذه الوزارات بفئاتها فيما يتعلق بفعليا أن تكون هذه الجائزة حافزا لهذه الوزارات بجميع القطاعات بأن تقدم هذه الخطط الاستراتيجية وأن يكون لديها هيكل واضح فيما يتعلق بالعمل؟ طبعا هلا تعرف الدورة الحالية الدورة التاسعة للجائزة، ومنذ أن انطلق الجائزة في 1999 حتى تاريخ اليوم إحنا في عنا دورات متراكمة بنقيس فيها التطور والتحسن اللي عم بيصير في الأداء على مستوى المؤسسات ككل بشكل أو بآخر. فلسفة الجائزة بتكرم الأول وتحفز الآخرين. اليوم الحمد لله يعني حجم الانبساط والسرور اللي موجود على وجوه الكثير من المشاركين سواء المكرمين أو الذين تم تحفيزهم بيدلك على أن هنالك رغبة جموحة أو رغبة طامحة في دائما الوصول إلى منصة التكريم والتتويج. بس لكن أنت بحاجة للعمل بجد واجتهاد للوصول إلى هذا المستوى من الأداء على مستوى المؤسسات والقطاعات. على مدار السنوات الماضية اللي بتلاحظ مؤسساتنا في نمو وفي اضطراد وتحسن، لكن يعني ليس زي ما ذكر يمكن صاحب المعالي في كلمته اليوم أمام جلالة الملك، هنالك التحسن بطيء، يعني أننا نرغب أن تسريع منظومة العمل في التحسين والتطوير على مستوى الفرد كموظف أو كقائد أو حتى على المستوى المؤسسي هنا وهناك في مؤسساتنا بشكل إلى أي مدى وأم المركز وفيما يتعلق بالاطلاع وفيما يتعلق بعملية الزيارات المواءمة ما بين ما كان موجودا وما بين أيضا خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، يعني إلى أي مدى هناك أيضا مواءمة في هذه النظرة الملكية لفعليا إعطاء تقييمات واضحة؟ أشكرك. يمكن هذا الجل الجديد الذي جاء به المركز في دورته الحالية اللي هو معيار أطلقنا عليه اسم معيار التوجهات الوطنية والقطاعي.
شو المطلوب في هذه المؤسسات؟ ما هو الدور الذي تطلع به مؤسساتنا من أجل الربط مع هذه الرؤى الوطنية الثلاث؟ هذه الرؤى الوطنية الثلاث هي المرجع صارت. إلى أي درجة أنت قادر على المواءمة وبيان دورك؟ ودور المؤسسة في هذه الحالية يكمن في أن يكون إما مالكاً لخطة أو برنامج موجود في هذه الرؤى، أو داعم لها، أو مساهم، أو حتى مجرد توعوي. معنى آخر، وزارة الصناعة والتجارة معنية بالخطة تحديث القطاع الاقتصادي، بينما وزارة التنمية السياسية هي المالك والرئيس ليش مثلاً خطة التحديث السياسي وهلما جرى. فبالتالي هذا المعيار لأجى أو أصبح جزء من منظومة عملية التقييم، دعمت فلسفة عملية أن يعرف تعرف المؤسسة كيف لها أن توائم هذه الخطط الوطنية وكيف أن تترجمها على واقع الحال. طيب، الآن تحدث قبل قليل بأنه تمنح الجوائز للفائزين وهناك عمليات تحفيز، ولكن ماذا عن السلبيات؟ هل يمكن التركيز عليها؟ هل المركز يعطي توصيات بشكل أو بآخر للجهات المسؤولة أو حتى للوزارة نفسها التي تكون مشاركة في هذا الجهاز؟ إحنا يمكن المخرج النهائي لنا بسموه التقرير التقييمي. التقرير التقييمي للزيارة الميدانية والتقييم المقيمين لهم برصد نقاط القوة وفرص التحسين بأي مؤسسة. احنا ما بنسميها نقاط ضعف، دائما في فرص للتحسين. فبالتالي لسان حالنا انت تعطي وصفة ارشادية لقادم الايام بناء على قراءة الثلاث سنوات القادمة وبناء على ما تم الاطلاع عليه من خطط وبرامج وسعي دؤوب لعملية التنفيذ لهذه الخطط. فبالتالي هديتنا للمؤسسات اليوم هي عبارة عن شرح الواقع الحالي، نقاط القوة التي لديك التي تسعى يجب ان تسعى لتمتينها، وايضا هنالك نقاط وفرص تحسين يجب عليك تمكين مؤسساتك او جهتك من اجل الوصول الى مستوى احسن وافضل في قادم الايام. اشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركه. المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز الدكتور ابراهيم الروابده، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مديرة التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة صفاء العران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، ونتحدث بداية عن عملية النجاح التي وصلت بها وزارة الصحة إلى الوصول إلى هذه الجائزة، وكيف كانت عملية التقييم من قبل المركز. مساء الخير لحضرتك سيد عبد الله وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة الكريمة. اليوم الحمد لله تكللت جهود وزارة الصحة بحصولنا على المركز الأول عن فئة الوزارات الكبيرة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي في الدورة التاسعة. إحنا مشاركين عن فئة الوزارات الكبيرة، معنا عدد كبير من المنافسين، والحمد لله يعني هاي الجائزة هي نتاج عمل طويل ودؤوب، يعني هي حصيلة جهود كبيرة لوزارة الصحة الكل يلمسها ويشاهدها أعتقد من المواطنين ومن متلقي الخدمة. فعليا إحنا بدأنا العمل على التحضير لهذه الجائزة منذ انطلاق الدورة التاسعة. فكرة الجائزة هي نشر ثقافة الإبداع والتميز، ويعني خلينا نحكي تعزيز التنافسية العالمية للأردن. مشاركتنا كانت عن فئة الوزارات الكبيرة. عملية التقييم هي عملية تقييم ميدانية، بيكون في فريق من مقيمين مركز الملك عبد الله الثاني للتميز بيقوموا بزيارة ميدانية على مدى 3 أو 4 أيام للمؤسسة اللي هي تخضع لعملية التقييم. هل الزيارات تتم فقط في مركز الوزراء أم في جميع المراكز والمديريات؟ هلا هي مش في جميع المراكز، لكن هي الزيارة الميدانية بتكون بمبنى الوزارة وأيضا في المباني الخدمية. يعني إحنا صار في التقييم عندنا في مستشفيات وفي مراكز صحية ومديريات الصحة أيضا، فكانت شاملة أيضا لمواقع تقديم الخدمة. هل يتم اعتماد التغذية الراجعة من المواطنين فيما يتعلق بتطوير الأداء والحديث عن الجودة، وتحديدا نحن نتحدث عن قطاع صحي مهم؟ طبعا التغذية الراجعة من متلقي الخدمة هي أساس فكرة أي عملية تطوير، وهي واحدة من يعني المبادئ اللي بتعتمد عليها ثقافة التميز. يعني حتى أنت تكون مؤسسة متميزة لابد أنك أنت تبني عملك وحتى خدماتك تقدمها بناء على ما يعني ما يقيم متلقي الخدمة. فنعم التغذية الراجعة هي مدخل أساسي في عملية التحضير للجائزة وفي عملية تطوير الخدمات بشكل عام. زي ما حكيت لك هي جهود جبارة لكوادر وزارة الصحة، فريق عمل كبير برئاسة معالي وزير الصحة دكتور فراس الهواري، عطوفة الأمناء العامين، كوادر الوزارة الفنيين والإداريين، كلهم ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، لأنه هو عبارة عن قطاف أو حصاد
لمسيرة كبيرة حافلة من الإنجاز بدأت واستمرت وما زالت إن شاء الله. ويعني إحنا دائما نهدف لتحسين الخدمة وتطويرها، والأهم في الحقيقة هو الاستدامة، استدامة النتائج. استدامة النتائج. نعم. ولكن ماذا عن موائمة ومواكبة وزارة الصحة بجميع مديرياتها وصولا إلى هذه الجائزة؟ ربما الحديث يتم عن ما ستقدمه وما الذي ستضيفه مثل هذه الجائزة لعمل وزارة الصحة، الذي بالتالي سينعكس أيضا على المواطنين وعلى مسألة تقديم. نعم. الخدمات. انعكاس الجائزة كبير سيدي على أي مؤسسة تحصل عليها. أولا هاي الجائزة هي أرفع جائزة على مستوى المملكة، هي جائزة تحمل اسم جلالة الملك. فهي يعني بالنسبة لنا يعني إنجاز كبير إنه إحنا نحصل عليها من فئة الوزارات الكبيرة، هذا أولا. فهي راح تكون وسيلة لتحفيز الكوادر كلها إنها تشتغل بكلل و يعني بجهد كبير حتى أولا نحافظ على هاي النتيجة اللي حصلنا عليها، وحتى بالمستقبل إن شاء الله، لأنه الجائزة هي مستمرة وعملية الاشتراك فيها إلزامية. فإحنا كمان سنتين في عنا دورة جديدة رح يتم إطلاقها ومشاركتنا إلزامية فيها، وإن شاء الله كفائزين نسعى للفوز المستمر بإذن الله. فهي حافز كبير لتطوير الخدمات وتحسين العمل وانعكاسه الأساسي، يعني كجائزة هي لا قطاع الخدمات، انعكاسها الأساسي هو متلقي الخدمة أو المواطن اللي هو دائما يستحق الأفضل منه. تقسيمات الجائزة فيما يتعلق بالمنافسة هي متعلقة بالأفراد، بالمديريات. نعم. وبقطاعات متعددة داخل وزارة الصحة. نعم. ربما. والآن نتحدث، اسمحي لي أن أدخل في مجال البنية التحتية. إلى أي مدى كان هناك نصيب من هذه الجائزة لقطاع البنية التحتية أو وضع البنية التحتية للمستشفيات، للمراكز الصحية، والتي لربما تعكس أيضا وجهة نظر للمواطن فيما يتعلق بالوصول إلى مثل هذه المرحلة؟ سيدي، عملية التقييم زي ما حكيت بالبداية أو معايير الجائزة، الجائزة هي فيها نموذج التميز الأردني، واللي هو عبارة عن مجموعة من المحاور والمعايير. المعايير هي تدرس المؤسسة من كافة الجوانب، بداية من القيادة والتزام القيادة اللي هي القيادة الملهمة والملهمة، إلى الأفراد اللي هم العاملين أو اللي هم الموظفين الكوادر اللي بتشتغل، وكيف عملية إدارة الموارد البشرية داخل هاي المؤسسة، إدارة الموارد المالية، إدارة الممتلكات والموارد. فالبنى التحتية هي تحت معيار الممتلكات والموارد، فكان فيها نصيب كبير أيضا من معايير الجائزة. وزي ما بتعرف وبيعرف السادة المشاهدين، وزارة الصحة في توسع مستمر فيما يخص البنى التحتية. إحنا في صدد إنشاء واستحداث مباني جديدة ومنشآت صحية جديدة، وهي عملية مستمرة عندنا. في عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية تم استحداثها وتطويرها وعمل البنية التحتية اللازمة لها من ناحية الصيانة وغيرها، بالإضافة للتطوير بالخدمات الصحية نفسها المقدمة. يعني في توسع أيضا في نطاق الخدمة اللي بتقدمها وزارة الصحة بإدخال خدمات صحية جديدة لم تكن أصلا تقدمها في السابق. التحول الإلكتروني والدخول في عالم الرقمنة أيضا من ضمن العوامل فيما يتعلق بهذا الإطار، وربما يعتبر أيضا ناحية متميزة في كل مؤسسة وكل وزارة، وبالإضافة إلى التوجيهات الملكية فيما يتعلق بخطة التحديث السياسي الاقتصادي الإداري. في هذا الجانب الإداري تحديدا، ما العمل الذي قامت به وزارة الصحة لتصل إلى هذه المرحلة فيما يتعلق أيضا بالحصول على هذه الجائزة؟ نعم. والموائمة التي قامت بها الوزارة لمحاولة الدخول في سياق هذا التحديث؟ إحدى محاور الجائزة هو محور التحول الرقمي، هو محور متفرد كامل في معايير الجائزة. ووزارة الصحة تعمل بجهد كبير على تطبيق خطة التحول الرقمي أصلا الوطنية اللي أصدرتها وزارة الاقتصاد الرقمي، وتوائم خطة التحول الخاصة فيها مع هذه الخطة الوطنية. مشاريع الحوسبة للقطاع الصحي مستمرة وما زلنا نتوسع فيها، وطبعا يعني زي ما شفنا جميعا كان في أهمية كبيرة لهذا الموضوع من خلال كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة بإيلاء هذا الموضوع أهمية كبيرة. فوزارة الصحة مستمرة في مشاريع التحول الرقمي. المهم كمان إدخال جانب الإبداع والابتكار بمشاريع جديدة غير مسبوقة، ومنها مشروع المستشفى الافتراضي اللي رح يتم افتتاحه إن شاء الله قريبا، وفي عندنا أيضا مركز المحاكاة وغيرها، وهي من المشاريع اللي هي يمكن يعني تعتبر نقلة نوعية في مستوى الخدمات أو في طريقة تقديم الخدمة اللي هي غير المألوفة لمتلقى الخدمة. نبارك لك مرة أخرى هذا الإنجاز وهذا النجاح. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذا التواجد، مديرة التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة صفاء العوران. شكرا لك. شكرا.